أصالة وقعت على المسرح وهي بتغني، ونانسي في واحد جري عليها وحضنها قدام الناس كلها، وجورج وسوف في واحد طلع له على المسرح علشان يبوس جزمته. حفلات الفنانين دايماً بيحصل فيها حاجات غريبة وغير متوقعة، في منها اللي بيمر مرور الكرام، وفي منها اللي بيتحول لترند وبيتخلط في التاريخ. فيلا بينا نعرف سوا ايه هي اغرب مواقف النجوم في الحفلات. مؤخرا اصالة كان عندها حفلة في السعودية، وهي من ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى. الغريب بقى ان اصالة تعرضت لهجوم وتعليقات مسيئة كتير جدا، بسبب ان هي احيت الحفلة في ظل الهجوم اللي بيحصل من الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين. الغريب بقى ان اصالة اتصور ليها فيديو محرج جدا وهي بتقع على خشبة المسرح، وظهر في الفيديو ان في معجب بيحاول يديها بوكيه ورد، ولكنها وقعت وهي بتاخده منه بسبب ان فستانها الطويل كعبلها. اما عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم، من حوالي 4 سنين كانت بتحيي حفلة في مهرجان جرش، واثناء ما هي بتغني ومندمجة جدا مع الجمهور، طلع واحد من المعجبين وقدر ان هو يتخطى الامن. ومش بس كده، ده قام جاي جري عليها وحضنها قدام الناس كلها في مشهد عبسي جدا احرج نانسي عجرم، وعلى طول البوديجاردات شالوه ونزلوه من على المسرح. وفي سنة 2017 اتعرضت مروة اللبنانية للتحرش على المسرح، لان كان عندها حفلة على احد شواطئ اسكندرية، وظهرت في الحفلة وهي لابسة فستان اخضر كشف جزء كبير جدا من جسمها، وكان في مجموعة كبيرة جدا من الشباب محوطينها من كل حتة وبيحاولوا يلمسوها، وهي كانت منهارة تماما. وبالرغم من الصور اللي انتشرت في الحفلة وشكل مروة اللي كان باين عليها الخوف، إلى إنها طلعت واتكلمت عن الواقعة دي ونفت حكاية التحرش دي تماما، وقالت إن كل اللي حصل وهو سوء تنظيم من الإدارة، واضطرت إن هي تستخبى في شقة من الشقق اللي جنب المسرح لحد ما الأمور تهدى. نروح بقى للفنان جورج وسوف، اللي في سنة 2013 كان عنده حفلة غنائية في السويد، وأثناء ما هو بيغني مع الجمهور طلع واحد من المعجبين على المسرح وحاول إنه هو يبوس جزمته، ولكن على طول الحرس شالوه وبعدوه عن المسرح. وأخيرا معانا الفنان عمرو دياب، من 5 سنين كان عنده حفلة غنائية في الساحل الشمالي، وسط ما الحفلة شغالة شاور لواحد من المعجبين إنه هو يطلع على خشبة المسرح، والشخص ده مصدق وطلع، وعلى طول طلب ان هو ياخد صورة سيلفي مع الهضبة، لكن حظه السيء وقف قدامه لانه اكتشف انه ما عندوش مساحة مع التليفون. طبعا عمرو دياب قعد يضحك على الموقف ده، والجمهور كمان دخل معها على نفس الخط، وكله كان عمال يضحكوا بشدة. وبس كده، ده كان ملخص سريع لبعض المواقف الغريبة اللي حصلت مع النجوم أثناء حفلاتهم. ولو انتم عايزين تعرفوا قصص من دي أكتر، تابعونا على صفحة نجوم الفن.